نيروبي حافظة أقصي ذن أقدت كبدن أقول أنا عصي حوجن أقول معي أهيدا يودنيسن أقول تاجي رضا بدن حق الدولة دا أقول قيمة بدن أقول مساجد بدن أقول أرضي بدن أقول دالين بدن بانو نهاي وحي مودين صومالي إن أي مرايسو كونتون سنة كهر مركي عيالاش اللي قسمين جري مركي حروينك اللي قوري جري أو اللي قوبي جري مركي لرافي جري مركي اسكولة اللو ديدي جري ودن كان كينيا وودن فرنوي رير رير كحيقا مجرتو روح والبا هداي صومالي تمي كوكوينا واتمي جلوانا واتمي أين محايا هيدا يعيد كفتنا واتمي نوال بميشو كيمي ولا يقانا مركي لا أركي كوالتيك أمدان إيا النفط كجرتا إيا سنتاق أيليهين إيا إنا ديدان يهين إن عبت هوست هيدا أي قلان بالا يري واي صومدان كا إن حوبينت أقص الرئيسة مانتا صوماليا إذن كا حيا أمنيك ودن كا سيحوغن أوغا قيبقاتا وحي فوضى دعيك مجرنا عنك قبيل أن عبنا هاي مجرو نبدا كتلينينا وناغا كتلينينا دولدنا واتاقيرينا ويلشينا نقربان أنا هاي مدعوينا نوحن أغيسينينا إن إلا إيماشا وقدم بيسا أنو لصفنا هاي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المسلمين إلهي با مهدسن مضن أو ونكسن متيستي إن لقوم هذيو أو الرالي قشو. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا والحمد لله على كل حال ونعوذ به من حال أهل النار. معاشر المسلمين ساكا يمانتا او انو هلكا يسوغن نمي مركا كوواده هورتا وا مالين وين ويه وا مالين الهي سبحانه وتعالى مالمه سكميدا وا مالين امدا سوماليه اي افكودا ان كو هادليو اي كينيا دغني خاص اهان نيروبي جوكتا إسلينا أبداً دمان تود أي قولها إسوغي مادين علماء دودي سياسيون تودي قنعستة دودي دلنيرا دودي أردي دودي دومر كودي عن سوشل ميديا هودي إلي يرتوى إسقبتين لوكالا هارين وحان فيلا يا لابغ صدع كرسي باكبنان دوركي كن أي كرسي أوساكا لوغو تلقلي وحياب له مركز دتك انت لاك ما هي سوغي مادين هرت الهي با يسوكا يكن الحمد لله دها مركز حكتا دنت يدا يسوكا يكنتي الهي سبحانه وتعالى با انو فذوديي ان انو ساكا غوبتا يسوغ نيمانو دنت ننا ان كودا هادلو دنت دلكا كينيا اي امنيغيسا iyo wada noolaashaha iyo maxay ahayd ee qaabsan u socodka aanu saaka halka ku taageero baanu isugu nimi ilaahay baana noofudayay ilaahay baana boqol jeer oga mahad celinayna mid labaad annagu ma xafadana aanu joogno ma aha xafad xafadaha la midka ah kikomba iyo dandora iyo maxay ahayd ee xafadaha aan meelaha ama Kenya Nairobi ku yaala lamid maaha Nairobi xafada ugu sidan ugu dadka badan ugu ganacsiga xoogan ugu maxay ahayd ee wadanisan ugu taageerada badan xagga dawladda ugu qiimaha badan ugu masajida badan ugu ardayda badan ugu dhalinta badan baanu nahay isli ma aha xafad xafada lamida wa city وعاصمة دوية وحي عاصمة لغيه الجري
او حافظن كما قن انيغو ما غرانايو دراتا او غدنبايساي وحانو فورناي مولكي اوغو وينا افريكا بدنكيده اوغو وينا انتا سو مدح وينا اسو دبا مرتي والا هادل هيا وحاي مودين صومالي اناي مرايسو كونتون سنه كهر markii ceelasha laga sumeyn jiray markii xirooyinka lagu guri jiray oo lagu bi jiray markii la raafi jiray markii iskuulada loo diidi jiray Nairobi University waxa dhigan jirtay bar dhow oo anigu ogahay waxa dhigan jirtay 36 arday ba Nairobi fakultiyadeeda kala duwan dhiganeysay taariikhda dib ugu laabta yaan Yusuf Hassan wa ila jooga ragii ugu horeeyay uu og yahay waxaan la soo sheekaystay ragii ugu horeeyay oo Maxamed Ibrahim uu kamid yahay oo Supreme Court ka jooga Farax Macallin Baadurrat ka hadlayay ragga ah ee wadanka maanta ka muuqmuuqda markay jaamacadaha dhiganayeen 100 arday ma dhanayn Dorato markii la sameeyay tirakoob Nairobi University waxa dhigata 100 kun arday ku dhawaad oo Soomaali ah jaamacadaha kale iskada wadankan northeastern baanu ka degnaa haddaan Soomaali nahay walcuna qabateeyay waxaa loo dhigay bridge oo waxaa la saaray xukun military cuna qabateen adag baa lagu hayay siyaasadu markay isburfurtay oo xisbiyeeda badan wadanka loo ogolaaday baa xoogaa nafis aanu helay oo kuuradeena loo baahday taageeradeena loo baahday xooga culayskan laga fududeeyay intii yareed oo nafiska aanu helay baa Nairobi soo galay jaamacadii baanu galay ganacsigii baanu galay ganac maxay ahayd ay ardaydii dugsiyada hoose dhexe baa soo gashay aqoontii baa kobacday fikirkii baa kobcay een maxay wada jirkii baa kobcay waa muuqanay maxay yeelay Ilaahay baa umad jirta inaga yeelay oo aqli iyo iimaan iyo diin iyo dhaqan iyo dhaqaale isugu kaaya daray meesha aanu istaagnaa sida bini'aadamku u dhaqmo baanu u dhaqmaynaa haddaanan ka horeynaynin uguma hoosayna wuxuu Ilaahay abuuray waa muuqanaynaa talab aanu leenahay dhaqan baanu leenahay xool aanu leenahay diin baanu leenahay wadajir baanu leenahay Ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ina makaniyay dulki Nairobi hadaanu ka muuqanay waligeen waa ka muuqan lahayne waxaan lagu hayay bridge baan lagu celinay waxaan wallahi alcadiim aan garanaya northeastern marka dadku ay dhintaan kafanta lagu aaso Nairobi ayaa laga soo dooni jiray Bamet baa loo soo goosan jiray in laga soo gudbo bridge ka northeastern Garissa abahay baa ka shaqeyn jiray macallinka ahaa oo soo dhameyn jiray oo koloniga ka soo dhameyn jiray soo ma garanaysid waa waqti aanan fogeyn weeye maanta laakiin siduu wadaadkii iga horeeyay sheegay xubnaha ugu sarreeya wadanka ayaanu ka muuqanaa markii nala arkay inaan dad nool nahay waa arkayseen documentary-ga la soo saaray oo ay ardaydu aad iyo aad uga falcelisay laakiin inteenan odayaal baan nahay waxa socda iyo waxa la isla maagan yahay iyo waxa lagu hadlayo iyo statement-iga ay jeedinayaan cadawgu ma inaga dhaadhacsana dhalinyarta waxay og yihiin wadanka inay leeyihiin annagu se xoogaa wagas baa inagu jirta bustaha qoyan iska tuura wadankan Kenya waa wadan furan weeye reer kaxiga ma jirto ruux walba hadday Soomaali timi kukuyana waa timi jalwana waa timi maxay ahayd ay cid kastana waa timi nin walba meeshuu ka yimi waa la yaqaanaa waana lagu soo kala horeeyay annaga ku soo horeynay masay oo keliya naga soo horeysay soo ma garanaysaan laakiin markii la arkay quality-ga ummadan iyo nafta ku jirta iyo santaaga ay leeyihiin iyo inay diidan yihiin in cagta hoosteeda ay galaan baa la yiri waay Soomaali maxay tahay waxaan idin leeyahay Soomaaliyay Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu idin siiyaa cid idinkama xigto wadankan Kenya ah waxaan u rabnaa amni inuu ku noolaado amni inuu helo waxaan u rabnaa
محايا هايدا يي ودن كان إن أو نقضو يهينا أفريكا هريره دودن إيغا سودان هذا وقدم بيسا شلي سودان دولة دي ويند وحلقة قبصة دي قبلوين حلقة قبصة دي سودان وأكبر بريسا إثيوبيا وحكة سعدة سوماليا ديني أو هو يضع عيد واتقانا وحكة سعدة كينيا إلهي سبحانه وتعالى شعب كينيا وحوسي يي عقلي هي محي أحيدا يي أقون وكا أقون بذيين وكا محي أحيدا نبض جعليهين كوكو يدو وان نبض جعشاي جلو دو وان نبض جعشاي مكامبو دو وان نبض جعشاي سومالي ذا كسي درون نبض كسي جعل نبض بالقوة ذا جوغا ودن كان روح رير رير كالدون يا إن محي أحيدا يي أدون صدان مجوغان وحبا يانا نهر تبعنا لقو حرين أو هوس كينا آنا كعرارين ودن كدولد بولي يهي روتو aad iyo aad baan ugu mahadcelinayna marka uu u magacaabay een mafasiisha xubnaha ugu adag ee wadanka maxay ahayd ee niman Soomaali ah oo wadani ah oo Kenyan ah oo aqoonteeda leh oo maxay ahayd shaqada ka soo bixi kara waa rag la yaqaan ruuta wuxuu doortay Nuruddin in uu qabto meesha ugu sareysa wadanka laga hoggaamiyo wuxuu abuuray وحال أبو ري إن توش لغوي فيه أولا يرهدو وحي وحي ماشا كدا عاي نور دينا كدن بي عكسي ويو وحي ماشا كدا عاي وحا كدن بي ننك نور دينا هستا كدن بي وانا معروفة والا يقان ننك ديارة لفولي بورسدن أولا عقا أولا غو سمينا يمحي أعيدا يي أفجن بي إيا مسوق ماسوق إيا فوضة إيا مظاهرات إيا والي إيا عينكاس walla isiqana diblina siyaasada waa loo og yahay dhalinyarada wadanka Kenya dhalinyarada wadanka Kenya waa dhalinyaro aqoon dheeraad leh markii hore waxay moodeen in hawsu ay tahay wadanka maslaxadiisa markuu madaxweynaha hadlay oo uu biilkii canshuurta bending galiyay dib u dhigay waa ka baxeen mudaharaadkii laakiin iskoris iyo maxay ahayd dad lacag loo soo qaybiyay ayaa waxay bilaabeen wadanka inay fowdeeyaan dawladuna waa qabatay waana ku daba jirtaa waana ina ugu kaalmayno habeen hore waxa fadhiyay telefishinka aadan barre ducaala fadhiyay su'aalaha la waydiinayay iyo qaababka uga jawaabay nin lamid habeenki ku xigay waxa fadhiyay wasiirka arrimaha gudaha Kindiki baa fadhiyay waa la yaabay aadan barre ducaale sida uu ooga gudbay su'aalihii iyo wixii wadanka maxaa yeelay waa nin aan gadaal ka baqaynin waa nin aanan maxay ahayd ee cidi ayan wadin oo asaga iswada Soomaali oo dhan oo dhinac martay ayuu asagu ruuta ka hari waayay oo uu maxay ahayd yiri ninkani waa isla soo jihaadnay waa isla soo dadaalay waa isla soo mintidnay meel aan oga haray ma leh ruutana garabka midig buu ka dhigtay waana la shaqeeyay wadanka xubinta ugu sarreysa maanta Soomaaliya idinka haya amniga wadanka si xoogan uga qayb qaata wixii fowdo dhacaya kuma jirna anaga qabiil aan nacabnahay ma jiro nabadaan ka talinayna wanaagaan ka talinayna dawladana waa taageereyna wiilasheenana garab baan u nahay madaxweynahana waxaan ogeysiinaynaa in ilaa iyo meesha ugu dambeysa aanu la safannahay wasalaamu calaykum waraxmatullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته